بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ ابصرت عيناي باحه داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيده فاطمه سلام الله عليها هذا نداء لجميع الفتيات لجميع النساء المتزوجات اختي الكريمه اليوم الإنترنت موجود في كل مكان، الوصول إلى الحكم الشرعي، الوصول إلى الحديث النبوي في معرفة حقوقك كامرأة، موجود على مواقع الإنترنت في لحظة واحدة، تستطيعين أن تتأكدي بأن ما يقوله زوجك، بأن ما يقوله أبوك أو أخوك، هل هذا صحيح؟ موجود في الشرع؟ هل هذه العبودية للمرأة وجعلها دائما خادمة وذليلة وليس لها حق أن تختار وليس لها رأي وليس لها مكانة وليس لها منزلة وعليها فقط خدمة الرجل وعليها فقط أن تنفذ ولا تناقش هل هذا صحيح موجود في الشرع؟ زمن النظام البائد قد ذهب وولى كلام اليوم مع الأسف الشديد مع, مع المثقفة مع المتدينة الواعية مع الموظفة، مع صاحبة الشهادة الجامعية. ما أعرف يعني هل هذا يعني ماذا أقول؟ لماذا أنتِ كل ما يقال من قبل الزوج تؤمنين به فوراً؟ ما يقال عن طريق أبوكِ أو أخوكِ تؤمنين به فوراً؟ وهم يلفقون عليكِ أحاديث ليس بالصحيحة عن رسول الله وأهل البيت. أو أن بعض رجال الدين مع الأسف يظهرون قليلا من الحديث ويخفون منه كثيرا من باب عندما اتصلت على أحد المشايخ قلت له بأن هذا الحديث قد اقتطعت منه أنت جزءا والجزء الآخر مهم لماذا تقتطع من قول رسول الله؟ قال نخشى بأن النساء يتفرعن يعني يعني آه تخرج يعني عينهن على الرجال وتستطيع ان تكون يعني الند للند مع الرجل. فقلت له انت ماثوم امام الله سبحانه وتعالى. المراه اليوم اصبحت تلوم الله عز وجل، المراه اليوم تتمنى بان تخرج من الاسلام، تعتقد بان الله قد ظلمها في احكامه، تعتقد بان الله يقف مع الرجل اكثر مما وقف معها، تعتقد بان اهل البيت ضدها. يعني, يعني يا شيخ أنت لم تحسن صنعا بل أبعدت هؤلاء النساء من الدين ويعني وقريبا ربما لا سمح الله يخرجنا من دين الله أفواجا من وراء هذا الكلام فعلى كل حال أيتها العزيزة المثقفة الواعية تكلم مع المثقفات الواعيات الأمهات الأنترنت موجود في كل بيت اليوم تستطيعين أن تتحققي من كلام زوجك عندما يبدأ يكذب عليك ويكذب على رسول الله ويكذب على أهل البيت ويقول الله يقول بأن المرأة عليها أن لا تعترض والمرأة يجب أن تسجد فقط لزوجها والمرأة يجب أن تنفذ ولا تناقش يمكنك التأكد من صحة هذه الروايات النت موجود في كل بيت اليوم عندما يتكلم زوجك بالحلال والحرام حقوق الرجل والمراه الانترنت موجود تاكدي من كلامه يعني مع احتراماتي لا تبقين حمقاء لهذه الدرجه ويوم القيامه الله يفاجئك سوف يقول لك بين قوسين ليس لك اجر فيما صبرت عليه لاني أنا, انا اعطى الاجر اذا اني قلت لك اصبري انا لم اقل لك اصبري لديك حقوق طالبي فيها قبل الزواج قولي له يا ابن الناس الأحكام الشرعية تقول كذا وكذا وكذا ما تريد أنا كذلك ما أريد بعد الزواج من يكذب عليك ويكذب على الله ورسوله ويقول بأن الله يقول قولي له لا أنا قارئة وفاهمة ومثقفة ما كهيج كلام في أحاديث أهل البيت اصدميه بأنك تعرفين حقوقك وإلا للمعلومة إذا بقيت على هذه الحالة سبحان الله سوف تخسرين الدنيا وسوف تخسرين الآخرة هم خسرت الدنيا وأصبحت على شكل خادمة وجارية وذليلة ومهانة وعمرك ما عشتي لك يوم مرتاحة وياه لأن هو يكذب عليك ويقول هو هاي المرأة في الإسلام تبع للرجل ولو أن الله أمر أحد أن يسجد لغيره لأمر المرأة تسجد لزوجها وبقين تعيشي في هذه المذلة وهذه الكذوبات نعم وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى سوف لن يعطيك أجرا على ما صبرت لماذا؟ يقول أنت صبرت على جهل أنت صبرت وأنت لم تقرأ الأحكام الشرعية وأني كالله عز وجل أقسمت على نفسي أي واحد ما يتعلم الأحكام الشرعية هو يتحمل كل عواقب عدم تعلمه للأحكام الشرعية لا أجر له عندي لماذا؟ لأن الله كذلك يعاقبك اليوم الأنترنت في زمن النظام البائد عرفنا المرأة من الصعوبة تصل إلى الأنترنت والحكم الشرعي اليوم بالعكس مثل ما تجلسين أنت على الفيسبوك نصف ساعة تجلسين على موقع تواصل واتساب نصف ساعة هم كذلك بحثي عن حقوقك الشرعية ماذا يقول أهل البيت هل كلام زوجي صحيح هل كلام أبويا صحيح هل كلام أخويا صحيح لا تأخذين كلامهم مسلمات وبعدين الشمرينها وترمينها برأس الله يعني مجازا ترمينها على الله هاي المظلومية اللي تعيشينها وعلى أهل البيت أهل البيت يقولون لماذا لم تقرأي أنت المثقفة والواعية والدكتورة والمحامية والمعلمة والخريجة وإلى غير ذلك ليش ما سألتي؟ ليش ما عرفتي؟ فالأمر راجع إليك أنت الآن تعتبرين ليست قاصرة في معرفة الحكم بل مقصرة مقصرة كل الأدوات موجودة انترنت موجود مكاتب مراجع دين موجودين ويمكنك السؤال وثانيا لا تعتمدين على الشيخ شيخين على كل واحد صعد المنبر وسالف يعني سؤلف سالفتين وصدقين بها اليوم مع الأسف ليس هناك مصداقية كبيرة ليس عند كل المشايخ وليس عند كل من يصعد المنبر ولكن مع الأسف بعضهم ليس لديه مصداقية في نقل أحاديث أهل البيت يقتطع منها ما يشاء ويخفي منها ما يشاء مع الأسف اليوم بعض المشايخ مع الأسف يتبعون نزواتهم ويميلون الى الرجال دون المراه في مساله الحقوق لا تامنين احاديث اهل البيت موجوده في الانترنت كل شيء مكتوب من حقوق المراه في الانترنت فلا تلومين الا نفسك بعد ذلك عرفنا فاحنا الصراحه في قناتنا صباحات ولائية قدر الامكان نحاول ان ننبه المراه عفوا بان الله سبحانه وتعالى قد اعطاك حقوق كثيره على الزوج الزوج كله كله له حقين فقط أنك تمكنين نفسك له وما تخرجين إلا بإذنه أما حقوقك عليه لا تعد ولا تحصى خلي ينقذ نفسه يوم القيامة إذا استطاع خلي ينقذ نفسه من نار جهنم إذا استطاع أما أنت فلا فلا تؤمني بهذه الروايات والله هاي مكذوبة أكثر النساء أكثر النساء من أهل النار الإمام الصادق عليه السلام قال له ويحك كيف أكثر النساء من أهل النار؟ بالعكس قل أكثر أهل, قل أكثر أهل النار من الرجال والنساء هن أكثرهن من الجنة يعني النساء بالعكس أكثرهن بالجنة لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة لأن المرأة أسيرة عند الرجل هو اللي يضغط عليه والمسؤول أمام الله هو الرجل خلي خلص لحيته من الله عز وجل هو المسؤول عن عدم صلاحه هو المسؤول عن اخطائها هو المسؤول وهو المسؤول فهو امام الله عز وجل قليل من النساء اللواتي يصلن الى مرحله الفجور ومرحله عدم طاعه الزوج اما الاعم الاغلبيه لا مذلولات خادمات آه ليس لهن قيمه مضروبات مشتومات مهانات هاي المراه كل هذا تتحمل وتربي وتصبر على الجوع وعلى العوز وعلى شتم زوجها وغلط زوجها وتاليها تروح الجهنم ماكو هيش كلام في الاسلام بالعكس انت للجنه وهو للنار فعلى كل حال هذه رساله واتمنى من كل النساء المثقفات شوي ينطن نفسهن في معرفه حقوقهن بالاحكام الشرعيه لا تاخذين كلام اي احد راس مال من السمعين حديث من ابوك من زوجك من اخوك بس كتبي على الانترنت هل هو صحيح ام لا على ضوء أهل البيت ما هي الرواية الكاملة؟ بحثي يا بابا بحثي أيتها الكريمة بحثي وسوف تتفاجئين بأن أكثر الأحاديث اللي يعني تتداول على المرأة مكذوبة وفيها نقص أو على أقل إذا كانت صحيحة هم فاهمينها خطأ يحاولون يأولونها مثل ما هم يحبون برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام